السلام عليكم، نتمنى تكونوا على خير. الفيديو ديال اليوم غادي نحضروا فيه الكريب مالحين بواحد الوصفه ديال الكريب اللي ما تبقاش تستغناو عليها، غتولي معتمده عندكم، وبواحد الحشوه اللي كتجي زوينه واقتصاديه. يعني ما بقى لكم غير تتبعوا الوصفه وتجربوها وتردوا عليا الاخبار. قبل ما نبداو بطريقه التحضير كما العاده، ما تنساونيش من لايك وكومونتير، واللي ما مشتركش في القناه يشترك. اول حاجه غنبداو بها هي طريقه التحضير ديال الكريب. فواحد الخلاط كنديروا جوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، كاس ونص ديال الحليب، كنديروا معلقة صغيرة ديال الملحة، نص معلقة ديال الابزار، ومعلقة ديال الزعتر، ومعلقة ديال الربيع. كنديروا كاس ديال الدقيق. في الاول انا ضفت غير كاس، من بعد حتى كتشوفوا الخليط ديالكم واش هو هذاك، وكنزيد عليه جوج معالق ديال الزبدة مذوبة، كنطحن الكل. هنا من بعد ما شفت الخليط لقيت مازال خاصو الدقيق، زدت ليه واحد ربع كاس. المقادير بالغرام غتلقاوها في صندوق الوصف. كنفرغ الخليط ديالي في واحد البول، كنغطيه ببلاستيك غذائي وكنخليه يرتاح على الاقل واحد 10 دقائق. ندوزو للحشوه اللي كنحتاجو فيها قرعه محكوكه، بصله مشلضه، وخبز محكوك، فلفله حتى هي مقطعه الوان، وصدر الدجاج، والربيع، والتوابل اللي هي الملحه وبابريكا والكركم والزنجبيل والابزار، معلقه صغيره من كل حاجه، والشعريه الصينيه اللي كنضيف لها الماء سخون وكنخليها ترطب على جنب. لما كتكون الحشوه ديالنا وجدات عاد كنضيفها في الاخر. كناخذ المقله ديالنا، كنديروا فيها شويه ديال الزيت، كنضيفوا البصله، من بعد كنضيفوا عليها الفلفله. ودائما الحشوه تقدروا تغيروها، يعني تقدروا ديروا شي حاجه لا بولفين نتوما كديروها، ولا تقدروا تنقصوا شي مكون من هادو اللي انا درت. المهم اي خضره عندكم تقدروا تزيدوها. من بعد كنضيف الدجاج والقرعه، كنضيف عليهم الجزر في نفس الوقت وانا كنخلط اي مكون ضفته كندخله مع الحشوه. كنضيفوا التوابل اللي ذكرت لكم قبل، تقدروا تضيفوا حتى الثومه بودر، راني نسيتها انا ما ضفتهاش في الفيديو، ولا ضيفوها طريه. من بعد ما كنحرك الحشوه ديالي حتى كتشحر مزيان، كنضيف لها الشعريه الصينيه من بعد ما رطبت لي في الماء وقطعتها، وكنضيفها في الحشوه ديالي. من بعد ما الحشوه ديالي صافي كتشوفوها تشحرات، يعني نشفات من السوائل، كتكون واجده. كندوزو نطيبو لي كريب ديالنا. كناخدو شويه ديال الكميه، كنخويوها على حسب المقله اللي عندكم، كنخليوها طيب. يعني طريقه ديال لي كريب راه سهله في الطياب. بعد ما كنقلبو كنبقى نحرك مره مره. حتى كتعطيني هذا اللوين هذا. غنصاوب معكم واحده اخرى. هاد الوصفه هادي راه دغيا كتوجد معكم، يعني الا بغيتو تبقاو تحضروها في رمضان ان شاء الله، نوعوا بها الطبله ديالكم، راه دغيا كتوجد. هنا كنوريكم لي كريب كيفاش جاو. هاد الوصفه راه ناجحه 100%، وتقدروا ديروها حتى هما حلوين، يعني بلاصه الملحه وداكشي كنضيفوا السكر. شي نهار ان شاء الله غادي ندير معكم حتى لي كريب حلوين. وباش تعرفوا لي كريب كيكونوا ناجحين، هي فاش بحال هكا كتجمعوهم في يديكم، ما كيتهرسوا، ما كيتقطعوا، ما حتى شي حاجه، كتحلوها كترجع كما كانت. هنا غتعرف الوصفه بلي ناجحه 100%. ندوزو دابا نعمروا لي كريب ديالنا بالحشوه. انا خديت هاد الزلافه عندي مربعه، تقدروا ديروا زلافه دائريه، تقدروا ديروهم دوائر، غير انا بغيت نديرهم مربعين، داكشي علاش كنبدا نضيف الحشوه ديالي. في نفس الوقت كنضغط بالمعلقه باش تاخذ لي داك الشكل ديال داك القالب. حتى الدوائر راه تيجيو زوينين. من بعد هنا زدت الجمل المبشور، يعني هاد المرحله اختياريه اللي بغيتو تضيفوها، وكنبدا نجمع الاطراف.
ني ساهله، وتقدروا تجمعوها حتى بلا هاد السلافه هذه، يعني تقدروا غير طويو بحال هكا الكريب ديالكم، غير هكا كتجي هكا عامره مزيان وكيجي داك الشكل ديالها زوين. هانتوما شفتوا كي كتجي. غنعاود معكم واحده اخرى، كندير الكريبه ديالي يعني داك الشكل اللي كيكون فيه دوك النقيطات هو اللي كنديرو من التحت، وداك الشكل الابيض كنديرو من الفوق. من بعد كنضيف الحشوه والجبن المبشور، كنجمع الاطراف. يعني طريقه راه سهله ودغيا كتوجد معاكم. هنا درتهم في واحد المول اللي كيدخل الفران، ضفت عليهم الجبن من الفوق. هاد المرحله اختياريه، اللي بغيتوش ديروها تخليهم غير هكا خليهم، هي كتعطي شكل زوين. من بعد زينت هنايا بالفلفل الالوان، شويه الفلفله خضراء وصفراء والزيتون كحل، جا فيهم واحد الشكل اللي واعر. من بعد كندخلهم الفران غير كيدوب داك الفرماج وكنخرجو. شوفوا الشكل النهائي كيف جاو، الشكل تيشهي، كيجيو واعرين صراحه، كيستحقوا تجربوهم. انا غنقطع معكم وحده تشوفوا الحشوه كيفاش جات، وحتى الحشوه كتجي لذيذه. جربوها، تقدروا ديروها في لاك خيب، تقدروا ديروها في خبيزات معمرين، ان هذه الحشوه دي كتجي زوينه. شوفوا الحشوه كي كتجي من الداخل، نتمنى تجربوهم وتردوا عليا تقولوا لي كيف جاوا معكم. وبما انكم وصلتوا حتى لهنا، كنبغي نقول لكم شكرا على المشاهده، وما تنساوش ديك لايك وكومونتير، والى فيديو اخر ان شاء الله.